العفو والمعافاة. صلي على سيدنا محمد خاتم أنبيائك ومبلغ أنبائك وعلى مصابيه أسرته ومفاته نصرته. وأعذنا اللهم من نزغات الشياطين ونزوات السلاطين ومعانات الباغين ومعاناة الطاغين ومعاداة العادين وعدوان المعادين وغلب الغالبين وسلب السالبين وحيل المحتالين وغيل المغتالين. واجرنا اللهم من جور الجائرين ومجاورة الجائرين وكف عما أكف الظالمين وأخرجنا من ظلمات الظالمين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم غثنا في تربتنا وتربتنا وتربتنا ورجعتنا ورجعتنا وتصرفنا وصرفنا وتقلبنا ومنقلبنا. واحفظنا اللهم في نفوسنا ونفائسنا وعرضنا وعرضنا ومددنا وعددنا وسكننا ومسكننا ومولينا وحالنا ومالنا ومآلنا. ولا تلهق بنا تغييرا ولا تسلط علينا مغيرا واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اللهم احرسنا بعينك وعونك واخصصنا بأمنك وأمنك وتولنا باختيارك غيرك ولا تكلنا إلى كلاءة غيرك. ومن لنا عافية ومن مخاشي الأهواء ومن بواشي الأعداء ولا تزفر بنا أزفار الأعداء ولا تزفر بنا أزفار الأعداء ولا تزفر بنا أزفار الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. Amen. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا
على الظالمين آمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين. واحدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم آمين. ببركة القرآن العظيم آمين. بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين آمين. واعف عنا يا رحيم آمين. واغفر لنا ذنوبنا آمين. بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين آمين. اللهم زينا بزينة القرآن آمين. وأكرمنا بكرامة القرآن آمين. شرفنا بشرافة القرآن آمين. وألبسنا بخلعة القرآن آمين. ودخلنا الجنة بشفاعة القرآن آمين. وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن آمين. وارحم جميع أمة سيدنا محمد يا رحيم يا رحمن آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا آمين. وفي القبر مونسا آمين. وفي القيامة شفيعا آمين. وعلى الصراط نورا آمين. وإلى الجنة رفيقا آمين.